السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير. نزول على الطلب بزاف ديال الاخوات. اليوم غادي نبارطاجي معكم الطريقه الناجحه ديال عجينه الشوكولاته اللي كنخدموا بها لي سابلي بيرسوناليزي وحتى لي سابلي نيسونس. ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. خليكم مع الوصفه. على بركه الله، بالنسبه للمقادير كنحتاجو 500 غرام ديال السكر كلاسي سبيسيال و 200 غرام ديال الجليكوز والشوكولا. كنستعمل الشوكولاته البيضاء حتى هي 500 غرام، نفس العبار ديال السكر كلاسي كنعبروا به الشوكولا. وهذه هي نوعيه الشوكولا اللي كنستعمل، غالا كدير 20 درهم. وكنحتاجو جوج ورقات ديال الجيلاتين كيديروا درهم ونص. كنحتاجو الماء كنديروهم فيهم باش كيرطابو بما كنبغيو نستعملوهم تيكونوا واجدين. وبالنسبه للملونات اللي غادي نستعمل، كنستعمل هذه الملونات غبره تيديروا تقريبا 5 دراهم، راه كيتباعوا عند العطار، خاصين بالشوكولا، يعني هذا ملون ديال الشوكولا. كنستعمل الابيض والغوز بالنسبه للبنيه. كناخذوا كاسرونه اللي كتكون ما كتلصقش وكنديروا فيها الشوكولا وكنستمروا في التحريك ديالو حتى كيذوب معكم. ومن الاحسن ما تغفلوش عليه، تبقاو واقفين عليه حتى يذوب باش تفادوا انه ما يلصقش ليكم وكيتغير اللون ديالو وما تيبقاش صالح. هنا كنضيف 200 غرام ديال الجليكوز، يعني من الاحسن تكونوا عبرتوها بالميزان باش كيجي القوام ديالها هو هذاك. كنستمروا في التحريك ديالو حتى كيندمج مزيان على درجة حرارة كيف ما كتشوفوا العافية تكون مهيلة عليها. وكنستمروا في التحريك. تيبان لكم الشوكولا هنايا بحال بدا كيتكتل بحال بدا كيخسر، لا غير كملوا. وهنا ورقة ديال الجيلاتين بعد ما سقطرناهم مزيان من داك الماء اللي كان فيهم كنلوحوها عليهم وكنبداو نحركو مزيان مزيان. وهذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه الا تبعتوا الطريقه كيف ما هي. ان شاء الله غادي تنجح معكم من اول مره وغتولي ديما تعتمدوها. هنا في امبول كناخذوا سكر كلاصي اللي ديجا معبور ومغربل، ضروري ما تغربلوه. كنديروا فيه ربع ديال الكميه حيت بغيت غير كميه قليله غادي نلونها بالابيض، والكميه الكثيره هي اللي غادي نديرها باللون الوردي. هنا كنخدم غير بشويه عليا العجينه كتكون سخونه. كنبقى نستمر في التحريك، كنضيف داك الملون الابيض واحد الكميه قليله فقط وكنستمر في التحريك، وضروري ما كندلكها باش كتشرب ليا شويه ديال السكر كلاصي. كنخدمها مزيان بين يديا وما تخافوش منها، وحاولوا انكم ما تقصحوهاش، يعني تبقاو تخدموها بين يديكم كيف ما كتشوفوا. انا حاولت نخلي لكم المقطع كامل باش تشوفوا الطريقه مضبوطه وتنجح معاكم. والكميه الثانيه اللي بقات ليا كنخدمها بنفس الطريقه، غنغير هنا في اللون، هنخدمها باللون الوردي وغادي نضيف كميه قليله من الملون وغادي نخدمها عاد ديك الساعه الا خصني مازال اللون كنعاود نضيفه. وممكن هاد الكميه اللي خدمت معكم اليوم تخرجوا منها 4 الوان او 5 الوان اللي تقدروا انكم تزينوا بها الصابلي ديالكم بلي موتيف. يعني بزاف ديال البنات كانوا كيطلبوني على عجينه الشوكولاته، حاولت نخدمها لكم هنايا في فيديو منفصل. وخديجه خدمها معكم في واحد الروتين ديال الطلبيه، قلت نخليها باش اي وحده بغات الفيديو ان فوا تقلب عليه غادي تلقاه في القناه. وان شاء الله نتمنى ان هذه الطريقه تعجبكم، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم باش نقدم لكم مزيد من الفيديوهات من هذا النوع وتستافدوا جميعا. وهذا الشكل ديال عجينه الشوكولاته ملي كنكمل منها، كنديرها في السلوفان وكنحطها جانبا حتى كتشد راسها وكتماسك كيف ما كتشوفوا هنا. كنوريكم باللي العجينه ملي كتخدموها ما كتقصحوهاش بزاف، يعني كتبقى رطبه حيت مازال ملي غادي تبرد غترجع تجمع وتشد راسها.
بما ان عجينه الشوكولاته غادي نحتاجها باش نخدم بها سابلي نيسونس، غادي نحتاج هاد المراشم هادو، راهم متوفرين في الاسواق بالنسبه لسابلي نيسونس، وكاين لي سيليكون حتى هما غادي نحتاجهم. ملي خلينا عجينه الشوكولاته ترتاح وتماسكات وشدت راسها، كندوزو كندلكوها، يعني كتدلك معنا بسهوله. كل ما خليتوها مده طويله كل ما كتزيد تتقصح معاكم، لذلك غير ملي كترتاح شويه يعني مده قصيره كتخدموا بها وكتدوزوا كترشموها بكل سهوله. كيف ما كتشوفوا كنرشموا وكنبركوا باش هذاك الطابع كيترشم لينا في العجين، وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا جميع الاشكال اللي عندنا وكندوزوا نزينوهم. هنا بغيت نكمل معكم التزيين باش تستافدوا اكثر. كاين بزاف ديال البنات اللي ما كيعرفوش كيفاش يخدموا بعجينه الشوكولاته، يعني واخا كاينه عندهم الوصفه ما كيعرفوش الطرق ديال التزيين. هنا حاولت نشارك معكم غير بعض الاشكال، وكيبقى لكم نتوما الاختيار والتنوع وكتفننوا في التزيين ديالكم، وكيبقى هنا الخدمه كتبقى على حسب طلب الكليان على حسب الشكل اللي بغى. ونتمنى الفيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه، ومع السلامة إن شاء الله إلى الفيديو المقبل.